يضحكوا بها الدراري. هي هذيك هي هذيك. لا هو بغات ضروري 20 20 واخا خالتي يقدروا نبداو حتى نصور باغدون راه شوف شوف لا حليت لا كنقول لا انا علمتك حليت لا حليت يلاه نيت انا كنت لاباس عليك لاباس عليك ما ديك التقطيره اللي كتحس بها حتى انا خالتي كديرها. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر. اليوم حنايا مع الدين مول المكياج، اصهر مول المكياج هنايا في منطقه درب غلب تحديدا في قصريه الزموري. في هذه المناسبه، هذه مناسبه عيد الحب، هي مناسبه لتبادل الهدايا ما بين الناس، ما بين الوالدين، ما بين العائلات، ماشي ضروري حبيب وحبيبه. فاليوم مع الدين يعرف واحد الرواز منقطع النظير، لانه هي مناسبه لتبادل الهدايا كيف ما قلنا. غير كشفنا على الدين باش نعرفوا شكون اللي كيشري لي كادو اكثر، واش الاولاد ولا البنات، واش بصح الناس عندهم ثقافه التهادي المناسبة هذه. ومعنا الدين اللي خطفناه من الكليان ديالو، خرجنا شوية دابا الزحام والبيع والشراء، ولكن ما فيها باس يتقاسم معنا شوية هذا اليوم هذا كيفاش كيستعدوا ليه حتى في التحضيرات المسبقة، باش هكا يجيبوا السلعة اللي يجيو الكليان ديالو يلقاوها كاينة سوغ بلاص، وكيفاش داير الحركة. مرحبا بك عز الدين. عز الدين مول المكياج، أشهر مول المكياج. عز الدين مكياج، الله يحفظك أخويا. عز الدين مكياج، مرحبا بك اليوم معنا، قربنا بعد مرة تكون عز الدين. عز الدين هو واحد الإنسان اللي كيجتهد شويه، كيتقاتل شويه، كيحاول يجيب دي برودوي اللي زوينين ودي برودوي اللي واعرين، ويحاول يجيب دائما الجديد للمحل عنده. هذاك الشيء اللي خلى عز الدين انه يتشهر شويه ولاو يجوا عنده الكليان بزاف. تبارك الله، كانت انت كنت معروف بالتقيه ديالك والكليان ديالك في المغرب كامل، هذه حاجه مزيانه. اليوم في عيد الحب كيفاش كتستعدوا لهذه المناسبه؟ بالنسبه لعيد الحب استعدينا، جبنا لهم دي برودوي اللي زوينين، جبنا لهم شي كادوات اللي كياخذهم رجال وكياخذهم عيالات، ماشي غير الراجل اللي كياخذ المراه، حتى المراه حتى هي كتاخذ الراجل. وعلى اكيد الكادوات حنا قلنا كاين اللي كيشري لمهمته ولاخته، ماشي بالضروره هذيك الفكره ديال لا بصح الحب راه كاين متبادل من جهه الوالدين، من جهه الزوجه، من جهه الاخ، من جهه الاخت، ضروري كل واحد كياخذ الكادو لواحد اللي كيبغي. واخا هذه المناسبه واش انت خصك تجيب ستوك سبيسيال، لانه هذا النهار كتكون الحركه اكثر ولا عادي؟ ضروري ضروري، احنا عندنا احنا بالنسبه للحركه كتكون دائما مختلفه، غير في حيث الحب كيتخصك واحد دي برودوي اللي انك تجيب واحد الباكات بالورد بلي فافا بالقلوبة، وداك الشيء راك عارف الحب كيفاش داير. عنده تام خاص به لانه هو يوم مميز. واخا الناس واش عندهم ثقافة كيشريو الكادوات، كاين الحركة ولا؟ صفري صفري، عندهم ثقافة كبيرة بالاخص المغاربة، كيتهاداو بيناتهم بزاف بواحد الطريقة اللي بزاف كاينة. واخا شكون اللي كيشري كثر، ولاد ولا بنات؟ الكليان دابا ديالك اليوم شكون؟ انا نقول لك 50% 50%. إذا بغيتي دير الخاطر الاول انت اليوم متزوج 50% 50% كيشريو الناس. كيشريو الناس اللي كيجيو عندك مثلا كتقول لك انا عندي واحد البيجي صغير وباغي نشري كادو لامي لاختي الخطيبين الراجلي، كتعاونوا معك كيجيو الناس زعما كتقول لك عندي غادي تمشي. بصح وكتساعد حتى كتعطيها فكره من عندك باش انك تجمع لها واحد القام اللي كتناسب الزوج ديالها ولا الخطيب ديالها ولا داك، صافي كتجمع لها في واحد القام باش كتعطيها هي كهديه. واخا ولدي عندك الاولاد دابا، هي البنت تنا الاولاد شوف تعرفي كاين اللي شوف كيديو غير البنات ولا ما تحلش الولاد ليها. اصلا كيجي كاين اللي كيجي كياخذ كيهضر مع الاخت ديالو ولا هكا باش هي كتعطيه الذوق ديال كتعاونو باش تعطيه الذوق ديال الخطيبه ديالو مثلا، ولا حيت كيعطيها لها كهديه، فهمت؟ الهديه ما خصهاش تختار كما كانت كتكون مقبوله، لانه هديه واحد غير تفكر تفكر فيك راه الهديه كتكون مقبوله وما كتبغيش تبغيش ترجع. الكادو نقول والنبي قبل الهديه. واخا عز الدين هذا اليوم هذا، انت شنو تعريف الحب عندك بعدا؟ شنو نقول لك؟ الحب راه هو كل شيء، كما كانش حب ما نكونوش حنا، ما يكونش الاب والام ملاقين باش ولدونا حنا. ضروري الحب هو كل شيء. الحب هو كل شيء. الحب فيه بزاف ديال الحوايج كما قلتي عز الدين، ان شاء الله يكون الخير. ما نركزش غير على المراه والراجل. يعني ما نبقاش مركز على الاولاد، على العائله، على بلادك. صفري على بلادك وبالاخص بلادك كل شيء. بارك الله فيك عز الدين، الله يحفظك. الله عن الناس ديالك، بقى معايا بقى معايا. بقى معايا عز الدين، ارخص كادو شحال يكون ديالك؟ ارخص كادو عندي داير 49 درهم. اللي هو 49 درهم اللي هو واحد الباك كيكون فيه سبراي ديال لوكو، وكتكون فيه هو هذا كيكون فيه بحال هكذا، هذا 49 درهم سبراي ديال لوكو، وكريم ديال لوكو، كريم كريم ديال لوكو حتى هو، وسبراي ديال الشعر بارفا حتى هي ديال الشعر، وهذه بارفا ديال العنقول. يعني 49 درهم فيها شحال ديال لي برودوي؟ فيها اربعه ديال البرودوي وفيها اللوينات والشكيلات، يعني حاجه اللي في متناول يقدر ياخذها. صح صح، بارك الله عليك عند الدين، خليك ترجع للكليون ديالك وفرحان اليوم تلاقيناك وعرفناك اكثر على الناس وعرفوا ثقافه التهدي عن طريق ديالك. مشكورين مشاهدينا الكرام، كان معنا عبد الدين مكياج، عبد الدين مول المكياج، واحد من اشهر تجار هاد المنتجات
في عيد الحب، نتلاقاو في الخير، السلام عليكم. ومعروف على الدير في اليوتيوب.